أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن الملتقى الخليجي للأطفال فكرة مبتكرة جاءت لتؤكد القواسم المشتركة التي تربط بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي سعينا للعمل على أن تظل راسخة في أذهان كل الأجيال في تعبير صادق لمفهوم المواطنة الخليجية الحقة. جاء ذلك لدى افتتاح سموه أعمال الملتقى الخليجي للأطفال الذي يقام برعاية سموه للعام التاسع على التوالي بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين. وأعرب سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة المهمة التي قامت وتطورت بشكل ملحوظ على مدار السنوات الماضية من أجل غرس القيم النبيلة في نفوس الأجيال الجديدة للوصول إلى التميز في خدمة أوطانهم. وأكد سموه أن مملكة البحرين احتلت صدارة دول العالم في مجال رأس المال البشري، وذلك لأن المملكة أولت اهتماما كبيرا بالاستثمار في المواطن البحريني بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة برئاسة الأمير الوالد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم، مضيفا أن تقارير التنمية البشرية الدولية أشارت إلى التطور الإيجابي الذي تحقق في مملكة البحرين ونجاحها في تنفيذ الأهداف الإنمائية واتجاهها بقوة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تحرص جميع الجهات الحكومية على ترجمة هذه الأهداف إلى خطط عمل حقيقية. وهنأ سموه وزير التربية والتعليم على قراره بالتخفيف من الواجبات المدرسية، لأن هذه الخطوة سوف تتيح الفرصة للطلاب إلى ممارسة الأنشطة المختلفة وتحقيق الجوائز الإيجابية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وأشاد سموه بالقائمين على الملتقى الخليجي للأطفال خاصة جمعية الكلمة الطيبة والاتحاد العربي للتطوع على الجهود التي بذلت في سبيل إقامة هذا الملتقى المهم، داعيا الجميع إلى الاستفادة الحقيقية من البرامج المقدمة لهم. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بتسليم جائزة النجم الواعد للأطفال الذين حققوا منجزات وفقا لاختيارات لجنة التحكيم، كما قام سموه بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الخليجي للأطفال والذي شهد زيادة في عدد الدول العربية المشاركة هذا العام، والذي يهدف إلى إبراز الموروثات الوطنية في نفوس الأطفال. احنا يسرنا اليوم أن نفتتح الملتقى الخليجي للأطفال اللي صراحة الحمد لله كان التنظيم من أحسن ما يكون، والحمد لله المشاركين كلهم مرتاحين من التنظيم والعمل، والحمد لله هذه السنة التاسعة على التوالي ننظم مثل هالملتقى ذي، فإن شاء الله كله يصب في مصلحة الإخوان إن شاء الله في دول الخليج وحتى في مصلحة العمل التطوعي وفي الملتقى. فمثل ما تشوفون هالملتقى وهالتنظيم ذي يزيدنا ترابط ويزيدنا يعني إخوان تشوفون بعض، فالحمد لله هذه شيء يفرح وشيء يسعد إن شاء الله، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح. نشكر الإخوان في الجمعية الكلمة الطيبة على تنظيم هذا الملتقى، وإن شاء الله دائما نتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله.